إيمان هي بطلة الجزائر، والحمد لله يا ربي اللي كيما نقولوا لي الشرف باش عندي بنت كيما هذه بطلة، وشرفتني الحمد لله يا ربي، ونشجعها وإن شاء الله تجيب لنا الميداي من باري، لأن نحوسوا على ميداي باش تطلع العلم تاع الراية الجزائري. هذه هجومات لا أخلاقية. علاش؟ الخطر ظلموها. هذه تربات هنا بنت صغيرة تبغي السبور من اللي كان عندها 6 سنين، كانت تلعب هنايا، كانت تلعب الفوتبول، تخدم فيها الرجيم، فيها صوالح صعبة الأم. نقولها يا إيمان يا بنتي الهضرة في الرينغ، الميداي هي اللي يقلع علام يطلع، هي اللي يقلع علام من بلادك تطلعيه بالحياة أو بالموت. وعلى بالك باللي النساء الجزائر معروفين بالشجاعة، منهم فاطمه مسومر في منطقه القبائل، ومنهم ايمان ان شاء الله تجيب لنا ميداي من منطقه تيرتي. قالوا 2 ماي 1992 خليفة إيمان. ها هي وين بنت انثى، ها هي وين بنت انثى، ها اقرا، ها هذا ما يكذبش، هذا راها في 99 سجلوا فيه، هذو اعداء الله، هذو اللي راهم يكذبوا ودايرين عليها حمله شرسه. ها هي وينها، هذا راه نصنع في 99 نهار اللي زادت فيه. شهاده تقدير وعرفان من رئيس الحكومه، رئيس الدوله الجزائريه عبد المجيد تبون، الرئيس تاعنا. هذه شهاده تقدير وعرفان عطاها لها في عيد المراه لوي مارس. كل جدارة واستحقاق. انا بنتي طفله ومتربصه. هذه خليفة إيمان وهذه اختها المختاريه.